الرابع مشعرية أجواء خيالية هنا على مدرجة ملعب الثامن ماي 45 بمدينة سطيف وعلى بركة الله الحكم سيد غربال بوستر 23 سنة قادم من أجبل أكنون رتب الأمور وبورديم يستعد لتولي تنفيذ هذه المخالفة. بورديم يضرب كرة ولا كرة ولا المحاولات ولا الومضات لمصلحة لونطونت والتشاور بين فرحاني وقتال أمام صعود هذا المؤتمر من لاعبي الوفاق في الخط الخلفي للجمعية. فرحاني مرفوع داخل منطقة الجزاء الخطورة ما زالت خطيرة. جول 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 أول أهداف المباراة لمصلحة عناصر وفاق سطيف عن طريق ببكر عماد الدين يفتتح مجال التهديف لمصلحة عناصر الوفاق أمام أعيني عناصر جمعية أولمبي شلف وسقوط الحارس ميجادال وسط فرحة جماهير الوفاق بأول الأهداف لمصلحة أو عن طريق ببكر عماد الدين. يا كرة جات من فرحاني جات داخل منطقة الجزاء خروج غير أمام صعود عدد هائل من لاعبي جمعية أولمبي شلف في الخط الخلفي للوفاق. الكرة مرفوعة وصعبة وخطيرة مرت هذه الكرة وعدت. هو الذي سيتولى مهمة التنفيذ أمام كم هائل من لاعبي لونطونت في الخط الخلفي للأولمبي. الكرة مرفوعة على مستوى القائمة الثاني لكن ما زالت ارتدت التسديدة. جول ما بقى حكم المواجهة هنالك خطأ لمصلحة الدفاع. اللاعب الطقولي 24 سنة يلعب هذه الكرة يضرب كرة والحارس بوزدر قراءة مثالية في أول كرة في هذا الشوط الثاني من إيكبانغويو يبحث أن يخرج هذه الكرة أمام الضغط العالي وافتكت والانطلاقة عن طريق مسعود سالم الأرضية داخل منطقة الجزاء. يتصدى لفرصة الهدف الثاني للونطونت والكرة لمصلحة الجمعية داخل منطقة الجزاء. ارتدت التسديدة خطيرة والخطورة ما زالت قائمة مستمرة لمصلحة الجمعية. ماذا يقول حكم المواجهة؟ ليس هنالك خطأ والانطلاق في مشروع أجمع لمصلحة الأولى الوفاق صعبة وخطيرة أمام خروج مجادل لكن يتفوق ويسترجع الكرة. خروج مجادل كاد أن يكلف غاليا في هذه اللقطة. كرة في المنتصف لفرحي والانطلاقة لمصلحة الأولمبي. هي صعبة هي خطيرة للأولمبي داخل منطقة الجزاء لأكبانغو لأواري فرحاني كوسي جيدو نوري أمير مرفوعة داخل منطقة الجزاء صعبة وخطيرة للونطون صعبة وخطيرة التسديدة بخمس نقاط. بوستر طويلة أمامية وفي هذه اللحظات أصدقائي المشاهدين المتتبعين قنوات التلفزيون الوطني الجزائري الحكم السيد مصطفى غربال يعلن على نهاية المواجهة بفوز